أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم ها أنتم هؤلاء جادلتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم
ثم يرمي به بريئا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة لهمت طائفة منهم أن يضلوك لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيماً